نكمل لا فيديو خاوتي واش بريمي بارتي دونك هذه هي لا ديزيام بارتي يا خاوتي. كيما قلت لكم بلادنا ان شاء الله جامي تدخل في الفتنه ان شاء الله يا ربي جامي تدخل في الفتنه وفي هذيك الحرب اللي قال لا يقول فيه زيتوت. عندنا ولاد رجال واقفين على ولادها وساهرين ربي يسجيهم ربي يحفظهم. وعندنا جيش وطني وعندنا اللي يحمي بلادنا ويحمي ارضنا. دونك ماشي اللي تدخل علينا يا زيتوت, ماشي اللي تدخل علينا بالفيديو تاعك. ما عندك ما تدير, فهمت؟ ما عندك ما تدير. عندنا رجال اللي مسهرين على البلاد, فهمت؟ وما تحشمش على اصلك, ما تحشمش على اصلك. كل يوم كل يوم كل يوم تمرضنا. انا كمواطن جزائري مواطن رياضي سامبل والله العظيم كي اسمع صوتك غير ما تكون نقعد في الليل. كل يوم نخمم على بلادي, نخمم على العباد كيما نتوما اللي راهم يدمروا في البلاد, اللي راهم يدمروا فيها ما خلاوش تقف على رجليها. علاش يا ولاد بلادي؟ علاش علاش ما علاش ما تديروش كما يديروا الاجنبيين؟ شوف برك قدامك, راك عايش في اوروبا, ها؟ شوف برك قدامك كيفاش الناس قايمة بلادهم, كيفاش الناس كيف تبني في بلادها. عندهم الفقر اكثر منا, عندهم يطلبوا اكثر منا, صح؟ بصح ما يدمروش بلادهم, فهمت؟ ماشي على جال واحد انسان واحد نخربوا بلادنا. شفتوا النيران اللي شعلت في سكيدا؟ هذا كاع منكم انتم حبلتوا الشباب, ها؟ خلطوا لهم مخهم حتى عادوا ما يخموش مساكن واش يديروا, ها؟ تحرقوا في الغابه تاعهم. علاش تديروا هكذا؟ تحرق مسكين, تحرق الحيوان في الغابه, ما تشم الحيوان مسكين ما نحرقوا, لا يحرق سودكم ان شاء الله يا ربي, ها؟ شوف مسكين الطيور هذوك وهذوك الحيوان مسكين محروقين, ها؟ والعباد محروقين والديار محروقين. علاش عجبك حال؟ عجبك حال هكذا؟ قاعد تسند في ها سيادك يعطوك في السوشيال يعطوك باش تعيش, ها؟ ودير في الفتنه. علاش يا عبود؟ علاش تدافع على المخزن ودافع على الاخر وما تدافعش على ارضك على 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 سيادك اللي راهم مسهرين عليك اللي جابوا لك الاستقلال؟ باباك ويماك ماتوا في الحرب, ها؟ ماتوا على العلم تاع الجزائر, على الفاري البلون والروج, ها؟ والنجمه والهلال. واليوم راك تعرف النار بين 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 خوتنا القبائل وخوتنا الشاويه وخوتنا بالمزاب, ها؟ اليوم يد في يد احنا قاع الجزائريين نتحدوا على بلادنا, يد في يد, ها؟ راني في امريكا ولقيت بلاستي, ها؟ لقيت بلاستي مع اكبر مدربين عالميين, وكل جزائري ماهوش غير انا, عاود بقول لك كنت انا, كل جزائري عنده لي كاباسيتي باش يدير معجزه في العالم, ها؟ وانت اليوم تدمر في بلادك وتقطع في الجيش تاعك اللي يحمي لك في ابيك في والديك في ولادك في صحابك في خوتك في خواتاتك اللي يحميك فيهم. اليوم تدير في لي فيديو ما نسمعولكش والله. كي تجي دير لك الفيديو هذوك غير نحب حشاك نتقية, ها؟ وحش الجماعة. علاش يا سي زيتوت؟ عندك باجاج؟ اطفل امبوستوا في الجيري, ادخل بين وري كافع على بلادك. ملكي في الجزائر مش من الغربة دير في الفتنة, ها؟ انا دوك انا الفيديو هذيك عندي مشاكل مع عائلتي مع اصحابي, ها؟ المهم متباش النيفو با كيما نتايا. انا غير سوفاني غير سامبلك, ما عنديش مستوى عالي, وطلع ربي عقل وطلع ربي عقل نخمم ونفرق بين لو مال لو بيان. علاش راك دير في الفتنه كيما هذي؟ علاه دير في الفتنه؟ ما غاضوكش اللي ماتوا لما يموتوا مساكن, ما غاضوكش لان بالشر, ها؟ على بالنا بلي عندنا الناس اللي راهم ضد الجزائر في الجزائر, عندنا لكن بالعقل عندنا محكمة تاعنا وعندنا يد عندنا دولتنا يد طويلة, فهمت؟ الرئيس تاعنا هذا لكن تقطع فيه كل يوم تقول الانسان هذا مزور وجابوه العسكر, ها؟ خلوه يخدم
اعطوا له فرصه، خطوا له اعطوا له وقت، ماشي هو اللي يسقط من البلاد، انت وانا وصاحبك وصاحبتك وصاحبي واصدقائنا نبنوا الجزائر هذه، نبنوها ان شاء الله، نوقفوها. هاني شوف راني يعني في اني شوف مثلا شوف مورايا برك، شوف هذه الجامعه اللي مورايا خالتي، شوف هذه، شوف شوف هذه الجامعه اللي مورايا، شوف يا خالتي، شوف شوف يا خالتي، شوف يا خالتي، شوف يا خالتي، شوف يا خالتي، ها شوف سيادكم، شوف الناس وش بنات، شوف الناس وش بنات، ها جامعه العلوم ورا وليد بلادكم يدرب فيها، ها مقيميني، ها مقيميني. علاش مش انت واش خاصك انت باش تدخل بلادك ودافع بلادك؟ خلي العسكر بجيه، جي العسكر غير يحمينا وطننا، علاش دخل العسكر، دخل العسكر في البوليتيك، فهمت؟ خليه الجيش، عندنا جيش ثاني اللي يحمي علينا، جيش ثاني اللي يدافع علينا، فهمت؟ كون ماشي هو دمرونا ما خلوناش، تعرفوا بلا ما يغيروا منا ويحزوا فينا، يغيروا فينا ويحزوا فينا، فهمت؟ بلادنا قرر الله يبارك في 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 في, في الافريق، ما خصنا والو، خصنا غير يد في يد نبنوا بلاد ونعيشوا بالثورة تاعها، نعيشوا بالفواكه، نعيشوا بالصحراء، نعيشوا بالتوريزم، نعيشوا بكل شيء، ها؟ لكن انتم لا، لا ديفينيون، وعندكم الفم برك قطعوا فيها في البلاد، ها؟ شو سامبل بوكسور او ترينر سامبل، فهمت؟ وحسدوني وحقروني، بصح لا. من مش بلادي على جل واحد ولا جل زوج، ربي يفتح لنا البيبان وربي يشمل يشملنا كامله، وانت دير مخك راسك، ويا زيتوت يا عبود ويا امير ديزاد، كلكم راكم جزائريين بلاد البلاد، ما عندناش فرق بينكم وبين اخرين، لكن ما لحقش العيب باش دير دمر بلادك، فهمت؟ واش حتى قاعدين 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 في قاعدين في الذل، كنا كاع كلنا عندي 40 سنه في الخارج، 40 سنه هم 40 سنه، واش ربحت في الخارج؟ واش ربحت؟ يقولوا واش ربحت؟ كونت روحي صاحبي، ما كاش كيما بلادك، ما كاش كيما خوتك، ما كاش كيما جدودك، ما كاش كيما عرضك، ها هي اللي تدفنك، هي اللي تقوم بك، هي اللي تحميك، عرض جدودك، عرض جدودك اللي ماتوا، اللي ماتوا عليها، ماتوا على شحال من القبائلي، وشحال من الشاوي، وشحال من المزابي، وشحال من العربي، ها؟ علاش هذه كلمة العرب؟ العرب وجو القبائل والعرب، حنا مسلمين والإسلام، حنا الإسلام عربنا والحمد لله، وأسرنا قاع قاع أمازيغيين قاع قاع دبربر جزائر كاملة، لكن تخلنا تكوننا وتعلمنا العربية وراها دروبنا، وراها دروب المسكين اللي ما يعرفش القبائلية، وراها دروب اللي ما يعرفش العربية، أنتم لازم ديروا المدارس، ديروا المدارس، تقروا ولادكم بالقبائلية، وتقروا ولادكم بالفرنساوية، وتقروا بالإنجليزية، تكونوهم تردهم مثقفين، كي نعرفوا كي نحفظ القبائلية 60 لونغ دو بلوس، ماذا بيا انا بنتكلم اخويا قبائلي، وماذا بيا نتكلم اخويا مزابي، الله يهديكم يا ولادي، الله يهديكم، نخرج ديما نخرج للبارك، ونبكي على بلادي، نبكي على بلادي، على خاوتي، على صحابي، ما تحشمش على أصلك، خمم بلي عندك أصدقائك، وعندك خاوتك، وعندك أحبابك، مش على جال واحد خاين تخرب البلاد، عندنا يد قوية، عندنا يد في اليد، عندنا يد قوية، وعندنا رجال ليحكموا، خلوهم يخدموا خدمتهم، ابنوا باك بلادكم، ارفعوا الراية على بلادكم. جيبونا دي ميداي لي جو اولمبيك، جيبونا خرجونا شجعان باش نكونوا راسنا مرفوع قدام الدول، وخلوا الناس، خلوا الرئيس يخدم، خلوا ماشي الرئيس اللي انا عاود لكم زين عاود لكم، ماشي الرئيس هو اللي يسكن البلاد، انت يا المواطن، انت يا خويا، انت يا عبود، انت يا زيطوطو، انت يا امير زاد، وانتم راكم ضد هذا الوطن اللي تبنوا البلاد، كي تقتل خوك ولا تخوك واش هتربح؟ ها؟ ماذا بهم اسرائيل، وماذا بهم المخزن، وماذا بهم باش احنا بلادنا تدمر؟ ماذا بهم؟ لكن خوكم ابراهيم راني ندي فيكم من امريكا. معليش انا كان ربي الله يسمح، كونوا باك رجال، ابنوا باك الوطن تاعكم. هذا ما كان. اي اخوتي السلام عليكم،
واسمحوا لي اخوتي لك انا غلط، انا ماشي انسان باش نشتم الناس ولا باش نضحك على الناس ولا لا يا اخوتي، انا نبكي على البلاد الجزائر، نبكي على بلاد جدكم اللي راهي محتاجتكم باش تبنوها، تبكي عليكم باش تبنوها بتوقفوها. البحر يا ربي، البحر عندنا 1400 كيلومتر و1200 كيلومتر طول تاعو، ها ما عندناش سياحه في بلادنا، نوم ونعيشوا غير بالسياحه برك. خلوا الناس تدخل تستثمر، خلوا الناس يفتحوا لهم الديوانه، متى كما قال الاخر ما تزيروهمش في الديوانه، افتح لهم البيبان، اعطوهم لا شانس باش يدخلوا يسبوا البلاد. ان شاء الله يا ربي نتمنى الخير ونتمنى كل شيء لبلادنا. ونشكر الشبيبه، شتو نسيت باش نتكلم على الفريق الوطني لي جون تاع مواليد 20 طون، تبارك الله ما غيظكمش حال عمكم ابراهيم كان يشوف فيكم، لعبتوا ودورتوا كيما لازم الحال، كنتوا من احسن ايكيب اللي كانت فيك الدوره هذيك، خير من مصر وخير من المغرب وخير من تونس وخير من هذا السعودي، لعبتوا لكن كنتوا شويه انانيين، كنتوا تلعبوا واحد لعب روحه. لا اخوتي لازم تكون تلعبوا اون كولكتيف، فهمت، جماعيا باش تكونوا قويين، بصح مازالكم صغار والخير مازال القدام ان شاء الله. وان شاء الله لوطير تاعنا المدرب تاعنا شجاع، فهمت، يسقبنا ليكيب يزيد ان شاء الله يروح بها بعيد، وان شاء الله اللي يجيبونا ثاني الملاكمين يجيبونا دي تيتر ولا دي ميداي من لي جو اولمبيك. وان شاء الله خويا محمد اللي راه مترشح لي جو اولمبيك كحاكم دولي ان شاء الله يشرفنا الجزائر ويرفدنا الرايه تاعنا في الجزائر، وانا كذلك ثاني من امريكا ان شاء الله نشرف بلادي وليداتي ثاني يشرفوا البلاد، وان شاء الله الرئيس تاعنا يسمع النداء تاعي وش نطلب بلادي، ما يحرمنيش خليني ندخل بلادي ونسقم ولاد بلادي ونخرج مع ولاد بلادي للخارج، ندير لهم التبادل وننجحهم ونبين واش الباكاج خوكم ابراهيم عنده، ونسلم كاع على خوتي الملاكمين، على خوتي المدربين، على خوتي كاع في الجزائر، ربي يهنيكم ويعطيكم الصحه ان شاء الله، وان شاء الله بلادنا نوقفوها ان شاء الله. خوتي واش نقول لكم، السلام عليكم، سمح لي كان غلط، خوكم ابراهيم يسلم معكم من مونتريال، سلام اخوتي. شوفوا يا خوتي هذيك راهي جامعه سونس العلوم، هاي يا خوتي هاي نشوف بعينكم، هاي باي خوتي، السلام عليكم، باي.